السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الموضوع تاعنا إخواني الكرام حول تربية أسماك الجوبي. أسماك الجوبي يعني كما تلاحظون هنا في الحوض الصغير، يعني هناك عدة أنواع من أسماك الجوبي وعدة فصائل. من بين الفصائل هي النيون بلاك، بلاك نيون تيترا، الفايتر، يعني هناك عدة أنواع سوف نتكلم عليها بالتدريج. إخواني الكرام، إن شاء الله راح نكون سلسلة متكاملة لتربية أسماك الجوبي والاستفادة منها بأقصر الحدود. أما لقاو معنا إخواني الكرام، راح ندخلوا مباشرة في الموضوع، راح نضربوا الله داخل الحوض ونشوفوا الأسماك. ونسيب كيفاش نهضروا عليها شوية ونعاود نقول لكم. إذا الإخوة الكرام، مباشرة إلى الحوض راح نشوفوا ما شاء الله. هنا في أسماك الجوبي كما تعلمون يوجد عدة أنواع، عدة أنواع ما شاء الله، مثل سلالة البلو جراس جابي، البلاك نيون جابي اللي هو الجوبي الأسود كما هذا لكم تشوفوا فيه في الصورة إخواني ما شاء الله. يعني إخواني الكرام، هذا حوض أوليكم إلى راوي بين لكم، يعني هذه من أجمل السلالات حجم ما شاء الله. بلاك نيون، بلاك نيون غابي ما شاء الله. فلاكتيل، فونتيل، يعني إخواني الكرام في هذا الحوض هذه الأسماك هذو رانا درناهم جدد غير البارح برك. يعني واحد كي حب يعني يخدم سلالة معينة راح كما نقولو حنا يسيباري، ينحي المال لا فيميل هكذا باش يقدر يتحكم في يعني الفراخ اللي راح ينتجها ما شاء الله. إذن إخواني الكرام، كنا ورينا لكم في الحوض الآن بعض من السلالات، إن شاء الله راح ندخلوا فيهم في التفصيل بحول الله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. اليوم حبينا برك نديروا الموضوع كبداية باش إن شاء الله خاوتنا كيما نقولوا حنايا يركبوا معنا،
باسكو اسماك الجوبي عالم كبير جدا غير متناهي. يعني راني في 5 سنوات من العمل عليه ما شاء الله. يعني التفريغ تاعو يعني بحجم يعني كل المواصفات اللي تخص اسماك الجوبي بحول الله راح نتكلموا عليها ان شاء الله. راح نتكلموا على الدوره البيولوجيه، يعني راح نتكلموا على يعني درجه الملوحه وال يعني والحراره ايضا البي اتش وكل ما يخص الاسماك ان شاء الله. وراح نتكلموا على الفلتر الاسفنجي والاوتوماتيكي ايضا، ارضيات، كل ما يخص الاسماك يعني من الاكل حتى يعني من تفريغ السمكه الى ان شاء الله الى البيع بحول الله. وان شاء الله يكونوا فيديوهات شابين بحول الله. ما تنساوش تدعمنا، دعم القناه تاعنا اخواني حتى التواصل بكل ما هو جديد بحول الله. كان معكم اخوكم الياس يدينا من مدينه القليعه. اخواني الكرام، الى فيديو اخر بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.